سي ادريس شنتوف، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سؤال متعلق بتاخر الاشغال ديال الملعب البلدي بالقنيطره. قبل بسط السؤال، نبدا اولا من توضيح اسباب نزول هذا السؤال. كنعرفوا اننا كمنتخبين في خلال الحملات الانتخابيه، جميع الاحزاب اللي دخلت الحمله الانتخابيه في البرامج ديالها المحليه، طبعا اللي دارت برامج، قدمات في الشق ديال الرياضه العمل على النهوض بالوضعيه ديال النادي القنيطري من اجل اعاده امجاد هذا النادي اللي الان يحين في وطأه قسم الهواج. فكنعرفوا انه كمجلس مسير، اما من خلال التحالف اللي احنا جزء منه او من خلال جميع الاخوان، ان الوضعيه ديال النادي القنيطري الان ما كترضي حتى واحد. النادي القنيطري واحد الوضعيه اللي هي صعبه، وبالتالي الالتزام ديالنا مع الساكنه، الوعود اللي قدمنا للساكنه خلال الحملات الانتخابيه، خصوصا ان واحد الجمهور كبير اللي هو عاشق لهذا النادي، كيطلب منا اننا نطرحوا هذا السؤال على سبب تاخر الاشغال ديال الملعب البلدي اللي كان من المفروض انها تنتهي في 2017، وتقدمات بالمخطط الاستراتيجي للتنميه امام انظار جلاله الملك، وترصد لها غلاف مالي. والان يعني احنا على مشارف سنه 2023، لا نعرف بالضبط السبب الرئيسي ديال تاثر هذا الاشغال، الوضعيه القانونيه للملعب، ومتى بالضبط ستنتهي هذا الاشغال. ومن باب يعني باش نعرفوا بان هذا السؤال عنده راهنيه ديالو، وانه سؤال يعني كيفرض نفسه في هذه الظرفيه بالضبط، انه حتى نائب برلماني من الفريق ديال الحزب المسير لجماعه القنيطره واللي نجح في الدائره ديال مدينه القنيطره طرح نفس السؤال على وزير التربيه والتكوين والرياضه. لذلك حنا كمجلس مطالبين من باب نوير الساكنه هو اننا نقدموا السبب الحقيقي لماذا الملعب البلدي الاشغال فيه متعثره، والمنع ديال الجمهور اللي هو السند الاول ديال الفريق بسبب هذه الاشغال، في حين انه ملعب مشابه اللي هو ديال طنجه، رغم انه فيه الاشغال الجمهور كيدخل يساند الفريق ديالو. وبالتالي هي كتوصيه، انا كنعرف هذا الشيء ماشي من اختصاص المجلس الجماعي، ولكن كتوصيه للجنه اللي كتقرر انه ترفع الحظر على الجمهور ديال النادي القنيطري لانه هو المساند الاول للفريق. شكرا. تهيئه الملعب البلدي. بالنسبه للجزء الاول، يهم المدرجات على الجهه اليمنى بغلاف مالي قدره 32000 مليون ديال الدرهم. الجزء الثاني يهم بناء المدرجات على الجهه اليسرى بغلاف مالي قدره 16 مليون ديال الدرهم. الشطر الثالث يهم المدرجات القديمه وبناء اخرى جديده بغلاف مالي قدره 100 مليون ديال الدرهم، والاشغال على مستوى الشطر الثالث ما زالت مستمره حاليا بنسبه تقدم في حدود 30%. الشطر الرابع التهيئه الخارجيه للملعب والاناره بقيمه ماليه قدرها 60 مليون ديال الدرهم. حول اسباب التاخر ديال الاشغال، فهذا راجع بالاساس الى تقسيم المشروع الى اشطر، وذلك من اجل توفير الاعتمادات اللازمه لكل شطر. الوضعيه القانونيه للملعب، العقار في ملكيه مصالح المياه والغابات ملك غابوي، البنايه في ملكيه الجماعه القنيطره، التسيير حاليا يسير من طرف جماعه القنيطره. اما المده ديال اللي خاصنا انهاء الاشغال مرتبطه بمدى توفير الاعتمادات الماليه اللازمه لتكمله الشطر الاخير. اذا كانت الجامعه ساهمت ب 35 مليون ديال الدرهم، والحمد لله الجامعه الملكيه نقدت الموقف ودارت إلمام الموضوع كله، وراه ساهمت ب 240 مليون ديال الدرهم وكدير استكمال الاشغال. بالنسبه للسؤال اللي كان دار واحد الاجتماع مؤخرا عند السيد الباشا، اللي كنطلبوا المكتب المسير ديال هو انهم يخليوا الجمهور يدخل يواكب المباريات، فات اللجنه انه من الخطر، لان الاشغال باقا في الملعب، ومن الخطر انك تخلي الجمهور يدخل. وانا شخصيا جربت هاد التجربه
ان الجمهور ما يمكنش بالفرحه ديالو والتشجيع ديالو اللي غيشجع ديال الفريق راه ما يمكنش تضبطو وتخليه منحصر في واحد المدرج. حنا ملي دخلنا كنا كنتفرجوا بداك الفريق النسوي نسينا راسنا ونسينا كنا بغينا ندخلوا حتى الملعب الداخل. اذا هذا كيبقى قرار ديال عده اطراف ديال المجموعه اللي كتاخذ القرار. وحنا كنقولوا للقنيطريين ولا الفريق ولا المؤيدين للفريق والانصار راه حنا معكم قلبا وقالبا وشكرا. هذا الملعب شحال ملي بدا الملعب داروا دو مارشي واحد ديال لي كراد ديال لاكراد لاتيرال دروات وواحد غوش 32 مليون ديال الدرهم هي 64 دار البلوز 16 مليون ديال الدرهم ودار المارشي الاخر ديال لي داك البلوز لي راب ولي كراد اوفيسيال هادوك 100 مليون ديال الدرهم وزاد افيك لي ديموليسيون ديالهم واحد راه راب وباقي تريبين راه غادي يريب في هذا الشهر غادي يريبو ولا ميناجمون اكستيريور ديال التيرا والاناره ديالو 60 مليون ديال الدرهم دونك الجامعه كانت وفرت 160 مليون ديال الدرهم والجامعه مع وزاره الشباب والرياضه الجامعه 35 مليون ديال الدرهم ووزارة الشبيبة والرياضة 62 مليون ديال الدرهم. أمينة مكتب السيد باشا حضرنا وبمعية حتى السيد رئيس ديال نادي القنيطري والكاتب العام والمصالح المختصة فيما يخص اللجنة الأمنية. طبيعة الحال أنهم بعد مناقشة مستفيدة من جميع الأطراف تبين على اساس انه بالنسبه للدخول ديال هذا الملعب يمكن فيه واحد الريسك بالنسبه للجمهور وبطبيعه الحال كاين اولويه لحياه المواطن او حياه هذا الجمهور. انه التعقيب ديالي بسرعه باش ما نضيعش الوقت الاخوان انه المشروع في البدايه كان ترصدات ليه كلفه ماليه ديال 95 مليون ديال الدرهم وكانت الجماعه تلتزم بواحد 35 مليون ديال الدرهم. السؤال عندي مباشر، واش الجماعه وفرات هذه الكلفه الماليه ولا لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو كيفاش انه انتقلنا من 95 مليون ديال الدرهم الى 240 مليون. بالتالي هاد 240 مليون كان كما قال الاخ حسن كان ممكن انه نبنيو بها ملعب اخر وبمواصفات احسن وخارج المدينه لانه الملعب المدينه وصلت الملعب وبالتالي غيطرح لنا اشكالات وبالتالي انه ما احنا وسعنا الملعب البلدي ما وفرنا ودخلات جهات اخرى اللي هي الجامعه ولا المبلغ كيتزاد. دابا ما بقاش عندي انا السؤال هو الجمهور اللجنه الاقليميه كترتئي واللجنه الامنيه كترتئي ان الجمهور ما يدخلش يساند الملعب ومؤسف جدا انه ما تاخذش راي الجماعه مؤسف جدا ان الجماعه هي الصوت ديال السكان كيخصها تاخذ الراي ديالها وتستمع ليها ولو من باب غير الاستشاره نقولوا لهم غير شنو كيقولوا المواطنين. بالتالي الهاجس الامني ماشي بوحدو اللي غيسير المدينه راه كاين منتخب اللي هو الصوت ديال المدينه. انا الان كنسمع السي الدعيم كيقول ما خداوش بالراي ديالنا مؤسف جدا ونقطه سوداء. دابا السؤال اللي كيتطرح هو انه باقي في الشطر الرابع بالتالي ما غنوليوش امام الجمهور غنوليو امام الفريق. الفريق فين غيلعب؟ وبالتالي واش الجماعه غتوفر هذا الفريق فين يلعب؟ واش غتدخل مع جماعات مجاوره على اساس انه توفر لهم الملعب؟ اذا اشكاليه كبرى كتزاد على المشاكل اللي كيعيشها الفريق. النقطه الوحيده ديال الضوء هي المجلس المشكورا ديال المنحه اللي وفرها للفريق في الاونه الاخيره باش يتغلب شي شويه على المصاريف ديالو. والاخ الرئيس كان هو رئيس سابق ديال النادي وكنعرف بانه فعلا حامل الهم ديال الفريق فكنطلبوا منك انه تزيد يعني من خلال يعني العلاقات ومع اللجنه على اساس انهم يلقاو شي حل للملعب والفريق كذلك. شكرا. شكرا سي شنتوف. انا اللي بغيت ناكد لك بانه فوق انا تفضل والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. حنا ما كنزيدوش
على اننا حتى حنا راه حنا واحد من هذه المدينه هذه وهذاك الفريق واحد منا. وان كنقولوا اكثر طريقة المقاربه باش كنشوفوا الفريق كنزيد الزيد الباجا شكون زيد غير بلا ما تزيدش ما تزيدش لا شوف ما تزيدش فضيلة الحوار ما تزيد حد السيد الباشا وفضيلة الحوار شنو تنقولوا فضيلة الحوار نحلو نحلو النبض ديال الساكنة ما تزيد حد الثاني كيخص انا هضرت مع الرئيس ما هضرت مع السلطة الثاني راه يجاوبني جاوبني الرئيس وما تزيدش على حد انا السيد حي مني قال لهم مستشار قلت بانه كيخص الجماعة تشتغل سي شتشوف خلي السيد باش يقول الكلمه ديال هذيك الساعه من حقك انك طرت وفضيلة الحوار راه ما عمري قطع حتى شي واحد الا بعد ما كمل التدخل ديالو ما قطعتش يمكن لك تدخل وقول لي انا غير بالنسبه للمتدخل اللي قال ودي راه الجماعه ما تستشرتش اول حاجه اول واحد اللي كيتصدع هو الجماعه وبغير باش ما نعطيوش الامر اكثر ما يستحق على المستوى ديال الاستشاره ديال الجماعه انا كاين بي في النهار الاول البي في اللي دار فيه هالمعطيات علاش انه تم الويكلو ديال هذا الماتش هذا بالنسبه للناس اللي حضروا المرحله الثانيه ما خرجناش ما كانت حتى شي حاجه بالنسبه للتيران على اساس ان اللجنه تراجع على داكشي اللي سناتو من قبل وبالنسبه للاطراف اللي كامله راه ماشي غير طرف واحد فيها الشق اللي كيتعرف الامر ولكن الشق اللي كيتعرف بالتجهيزات يعني الاطراف متنوعه واكيد انه ملي كنذكروا على الفريق راه كنعرفوا هو الواجهه هو المرآة اللي كتشاف بها اللي كنديروا فيها الميناجمون تيريتوريال ديال المدينه وحنا ما مختلفينش فيها واكيد انه كاملين هنايا ديك الهم اللي هازين على اساس انه يرجع للامجاد ديالو راه خصو ترجع ان ديال القنيطره ما غابرش على حتى شي واحد وما معروف واخا يكون نزل غير البارح راه كنعرف شنو هو النادي ديال الكاك كنعرفو مزيان وحتى حنا ما بغيناش يبقى في هذه الوضعيه هذه المهم كنقول ما كنبغيناش يبقى في هذه الوضعيه هذه من عندك انطلاقا شخصيا وحتى الهيرشي كلها اللي كانت قلتها لكم هنا راه كان كلشي لاعب نفس الهم هازين كلشي ولكن لحظه معينه خصنا نكونوا عقلاء اكيد انهم ملي تنقولوا راه هذا الملعب ما صالحش هذه الساعه هذه ولكن ما مربينش يدينا كنقلبوا مع الاطراف واحده اخرى اما ان نتسرع للطرف ديالو باش نوصلوا للاهداف اللي حنا كنقلبوا عليها كاملين انه ترجع اللي كيكون في بلاصتها يرجع للجمهور في ظروف سليمه سواء كان الجمهور محلي او كان زائر هذا هو علاش قلت لك انا ما قصت بها حتى شي حاجه واحده اخرى وعند هذا النهار الاول غادي نتلاقاو فيه وما عندناش تسميتو بالخلفيات مازال ما كتعرفنيش مازال ما كنعرفكش لذا كان شويه انا ما عنديش حتى شي خلفيه مع حتى شي حد اللي عندك اللي كيتذكر معاك النهار الاول كيتذكر معاك صفحه بيضاء بدون حتى شي حاجه واحده اخرى واذا كنقولوا فعلا ان هذا الفريق خصو يجي يطلع راه ماشي كان عندك سميتو انك كنزوق في الهضره اكيد هي قناعه لان ما هو فيما كنمشيو كيولي الفريق ديال المدينه الفريق ديالنا والايام بيننا